المسائية، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. في خطابه إلى القمة العربية في المنامة، جلالة الملك محمد السادس يشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل جوهر إقرار السلام في الشرق الأوسط، ويأسف لعدم بلوغ التكامل والاندماج الاقتصادي بين البلدان العربية المستوى المطلوب. والبيان الختامي للقمة العربية يدعم دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك، ويشيد بجهود المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية وبمبادرات المملكة في مجالات التصدي للإرهاب وقضايا المناخ. أسرة الأمن الوطني تخلد يومه 16 مايو، الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. معرض النشر والكتاب في الرباط يحتفي بالكتاب ومؤلفاتهم، والمناسبة الأمثل لتنظيم حفل توقيع ما استجد من إصدارات. الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، يقول جلالة الملك محمد السادس في خطابه إلى القمة العربية 33 التي انعقدت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. في الخطاب الذي تلاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سجل جلالة الملك بأسف أن التكامل والاندماج الاقتصادي بين بلدان الجامعة العربية لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب رغم توفر كل مقومات النجاح لدى هذه الدول. من المنامة روبورتاج مفدين محمد بوبكر أسامة غرامي. جلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد على دعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. خطاب جلالة الملك إلى قادة ورؤساء الدول في القمة العربية بالمنامة أكد أن فرض واقع جديد في قطاع غزة ومحاولات تهجير القصر للفلسطينيين أمر مرفوض وسيزيد من تفاقم الأوضاع. وهنا نؤكد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددين على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل. وبصفته رئيسا للجنة القدس، أكد جلالته أنه سيواصل وبتنسيق وثيق مع رئيس دولة فلسطين فخامة السيد محمود عباس بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة. بالموازاة مع ذلك، نواصل من خلال العمل الميداني الذي تطلع به وكالة بيت أمال القدس الدراع التنفيذية للجنة القدس إنجاز خطط ومشاريع ملموسة تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القدس. وفي خطابه إلى قادة ورؤساء الدول العربية، سجل جلالة الملك محمد السادس ضعف التكامل والاندماج الاقتصادي بين بلدان الجامعة العربية، وضع ليس قدرا محتوما، وإنما يضيف جلالة الملك أنه يتطلب اعتماد رؤية واقعية تؤمن بالبناء المشترك وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار. وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن نتأسف من جديد على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولا سيما من خلال ضمان حرية التنقل لأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس. جلالة الملك أكد أن مستقبل الأمة العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك، كما شدد جلالته على ضرورة إعطاء عناية خاصة للشباب العربي من خلال تمكينه من وسائل وآلية التعليم والتكوين بما يؤهله للانخراط في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. خطاب جلالة الملك محمد السادس إلى القمة العربية التي أنهت أشغالها اليوم في المنامة خطاب متعدد الرسائل، فيه دعم ثابت ومتجدد للقضية الفلسطينية، وفيه أيضا تفكير في مستقبل الشباب العربي. ردود الفعل حول الخطاب الملكي إلى قمة المنامة في روبورتاج محمد بوبكر وأسامة غرامي.
ينصتون بتمعن لمضامين خطاب جلالة الملك إلى قادة الدول العربية، حماية المدنيين في غزة وصون مدينة القدس الشريف والدفع في اتجاه تحقيق انفراج سياسي، دعوات كانت حاضرة بقوة في الخطاب الملكي. وهنا يعترف الفلسطينيون وحتى الأشقاء من الدول العربية بدور جلالة الملك في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء بمنطقته الشرق الأوسط. جلالة الملك في مضمون رسالته أكد على الحقوق الوطنية الفلسطينية وضرورة وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية الدائرة الآن في قطاع غزة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحديدا وفي كافة الأراضي الفلسطينية. الموقف المغربي موقف حكيم ورصين، دائما بنفتخر به كشباب عرب لأنه يحدد موقفه، يميل إلى القضايا العربية بوضوح لا لبس فيه، لا يستخدم الدبلوماسية ولكنه يستخدم العبارات الصريحة لدعم مدينة القدس والحفاظ على هوية مدينة القدس العربية. الخطاب الملكي لم يفوت الفرصة دون التذكير بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وعلاقة بالأوضاع الأمنية في بعض الأقطار العربية دعا جلالته إلى تغليب الحوار والمبادرة السلمية بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية للوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة. الطرح المغربي اليوم الذي عبر عنه جلالته هو طرح داعي للأمن، للاستقرار، للتنمية، للازدهار، وهذا نحن بأمس الحالة يعني بأمس الحاجة له خاصة في هذه الأوقات الصعبة. كلمة جلالة الملك محمد السادس كلمة شاملة ووافية وتبين مدى حرصه على التوحد العربي في يعني في الظروف الراهنة والأزمة اللي مر بها المجتمع العربي من خلال قضية غزة. بإشادة واسعة تفاعلت وسائل الإعلام البحرينية مع دعوة جلالة الملك لتأهيل شباب واع ومسؤول في الدول العربية. ليست بغريبة أن تكون رسالة العاهل المغربي هي للشباب، بلاده فيها كمية كبيرة من الشباب نسبة عالية، الشباب هم ذخر الأمة، الشباب قد يكونون هما بنات الحضارة اللي الآن نشاهدها، وبالتالي في رسالته هو استغلال طاقات الشباب بدل من أن تنحرف إلى التطرف أو إلى التمرد تستقيم إلى البناء. إشادة واسعة بعد تلاوة خطاب جلالة الملك في القمة العربية بالمنامة، إشادة وثناء برؤية جلالته ودعمه اللامحدود للعمل العربي المشترك. مبعوث القناة إلى المنامة محمد بوبكر يحدثنا عن مخرجات القمة العربية وبيانها الختامي الذي أشاد بأدوار جلالة الملك في العديد من القضايا العربية على رأسها القضية الفلسطينية. إذن أسدل الستار عن القمة العربية في دورتها العادية 33 بحضور أزيد من 20 دولة عربية، وقبل قليل تم الإفراج عن البيان الختامي للقمة والذي أكد على دعم الأدوار المحمودة لرئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مالي القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وهو الدعم نفسه الذي جدده القادة العرب وجددوا التعبير عنه في البيان الختامي. إعلان البحرين أشاد كذلك بمبادرات المغرب في مجالات التصدي للإرهاب والتطرف وقضايا المناخ، خاصة بعد دعوة جامعة الدول العربية على مستوى القادة إلى مواصلة الاستفادة من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية. كما رحبت القمة باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا. من جهة أخرى أشاد البيان الختامي بالحصيلة الإيجابية لرئاسة المملكة المغربية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، كما رحب القرار أو البيان الختامي بمخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت بمراكش. والبيان الختامي لم يفوت الفرصة كذلك دون تسليط الضوء على تطورات الوضع في ليبيا، فالقادة العرب أكدوا على مركزية الاتفاق السياسي الموقع
بمدينة الصخيرات سنة 2015 كإطار عام للحل السياسي في ليبيا. وهناك طبعا مجموعة من البنود في البيان الختامي التي تشيد بالأدوار المحمودة التي مفاتيح المغرب يقوم بها بتعليمة سامية من جلالتها الملك محمد السادس. وعلى قطاع غزة يتواصل العدوان وعدوان الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن اليوم أن العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع حاسمة. وفي رفح حيث تكدس اللاجئون يتواصل التهجير وسط القصف. نادي اليوبي. الهروب من رفح هو المشهد الذي يطبع شوارع المدينة. أسر تحمل مخفة من أغراضها لتهرب من جحيم نيران القوات الإسرائيلية نحو منطقة قد تكون آمنة بعدما أطلقت إسرائيل تحذيراتها بأنها ستقصف المناطق الشرقية لرفح. أنا من يوم الحرب لهالجيتي عيني بطلت أشوف فيه من كثر البكاء. بصيع حالي أولاً، بصيع على الناس اللي ترحلت، على الصبايا اللي طلعت من بيوتها حافية القدمين. حفاة الأقدام سرنا وساروا إلى مصير مجهول حيث لا أمان في غزة، والوجهة هذه المرة المناطق الساحلية في مدينة رفح الجنوبية هربا من القصف العنيف. فبالرغم من المعارضة الدولية لهجوم شامل على رفح، حولت إسرائيل تركيزها نحو المدينة المكتظة بالسكان والنازحين بدعوى تدمير آخر معاقل الفصائل الفلسطينية. عملية رفح تضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول، كما يقول إسماعيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بل وتضع مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في طريق مسدود. في النشرة أيضا التوجهات الكبرى لمستقبل القارة الإفريقية يناقشها منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا المنعقد في كيغالي، والذي يشارك فيه أزيد من 2000 من رؤساء المقاولات وصناع القرار السياسي. يركز المنتدى على جوانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاندماج الاقتصادي والتمويل والبنيات التحتية. ويمثل المغرب في هذا الحدث القاري وفد يقوده وزير الصناعة والتجارة منى اليحيوي. لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الرباط وكيغالي تم التوقيع على اتفاقية شراكة موسعة تهم أهم القطاعات المستقبلية الواعدة، خاصة قطاع الطاقات المتجددة والاستفادة من التجربة المغربية الرائدة بالمجال. المغرب يعي تماما بأهمية قطاع الطاقة الخضراء في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، لأنه سيصبح تدريجيا شرطا أساسيا للتصدير إلى أسواق معينة، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي. المغرب استطاع تطوير اقتصاده الرقمي والرفع من قطاع الطاقات المتجددة، وهذا شيء ملهم بالنسبة لنا. رؤساء تنفيذيين وصناع سياسات من مختلف القطاعات حجوا من المملكة إلى كيغالي لتقاسم تجربة المغرب، خاصة في قطاع الطاقة النظيفة التي حظيت باهتمام المشاركين في المنتدى. المغرب وكما نرى خلال السنوات الأخيرة ضاعف من قدرته في الموارد البشرية والطاقات المتجددة، وأيضا لديه بنية تحتية بجودة عالية. منتدى الرؤساء التنفيذيين بأفريقيا 2024 عرف تقييم احتياجات القارة الأفريقية لتأمين مكانتها بين قوى الغد، مع دراسة المحاور المهمة والمتمثلة في صناعة القادة والتحول الرقمي والاندماج القاري والتمويل. وعن البنية التحتية في القارة الإفريقية، انعقدت في جوهانسبرغ أمس واليوم قمة طغت عليها ملفات التنمية المستدامة والطاقات المتجددة. وتم التأكيد في هذه القمة على أهمية تبادل المعارف ونقل التكنولوجيا بين البلدان الإفريقية في سبيل رفع تحديات التنمية. وعلى هامش قمة البنية التحتية في جوهانسبرغ تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز التنمية المتوسطي ومركز التفكير الجنوب إفريقي ديفاك إنفست أفريكا من أجل الإسهام على نحو أكبر في التحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة. لتسليط مزيد من الضوء على الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر تقنية سكايب من جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا السيد نجيب الصومعي، المكلف بالقطب الإفريقي بمركز التنمية المتوسطي. أهلا بك سيدي. إذا قمة عن البنيات التحتية في إفريقيا انعقدت في جوهانسبرغ أمس واليوم، أبرز
الجوانب التي ركزت عليها هذه القمة؟ أولا تم الحديث على أهمية الاستثمار المكثف في البنيات التحتية من أجل إنجاح الأجندة التنموية وأجندة التحول التنموي بالقارة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بتسريع مسار تنفيذ اتفاقية التبادل الحر القاري لازليكاف التي تهم سوق يصل إلى 1.3 مليار مستهلك بالقارة الإفريقية. كذلك تم الحديث على البنية التحتية اللوجستيكية فيما يتعلق بتطوير المنظومة المينائية القارية، كذلك تطوير منظومة الأنابيب التي تهم سواء الغاز بشكل مباشر أو حتى في المستقبل القريب آليات الأنابيب أو الآليات التي تمكن من نقل الهيدروجين الأخضر بالقارة الإفريقية وربط ذلك بالمنظومة الاقتصادية العالمية. كان الهدف من الحديث حول جيل جديد من البنيات التحتية بالقارة الإفريقية هو يعني التفكير في مستقبل أكثر إدماجا للمنظومة للدول على المستوى الاقتصادي بالقارة الإفريقية بما يمكن من التوجه إلى أطر مباشر على شعوب القارة الإفريقية. طيب سيد الصومعي، حين الحديث عن البنية التحتية، عن التنمية، عن الطاقات المتجددة، عن مصالح البلدان الإفريقية والتعاون بين هذه البلدان، دائما ما يحضر اسم المغرب كرائد، كبلد حريص على تقاسم خبراته وعلى التعاون جنوب جنوب، وميادين كثيرة تهم البنيات التحتية يظهر فيها جليا هذا الدور المغربي على الصعيد القاري. صحيح سيدتي، ودعيني أؤكد على نقطة مهمة وهي شهادة على أن المجتمع العلمي بجنوب إفريقيا بالمنطقة، خاصة المجموعة الاقتصادية لدول جنوب إفريقيا، يعني ينوهون بأسلوب يعني متميز بالمكانة المرموقة لبلادنا في المنظومة التنموية القارية، بكذلك بالمكانة الهامة للمبادرات التي يقودها صاحب الجلالة من أجل تطوير أسلوب مبني على التنمية المشتركة بالقارة الإفريقية. تقريبا جل المداخلات تحدثت على أهمية المنطقة الاقتصادية لإفريقيا الأطلسية، وهي مبادرة ملكية تهم عدد كبير من دول الواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية. كان هناك حديث عميق جدا حول أهمية فتح المنظومة اللوجستية المغربية لدول الساحل، على اعتبار على أن التنمية هي بديل موضوعي للاستقرار، وقد كان هناك تنويه بالمبادرات الكبرى للمغرب في القارة الإفريقية. لذلك لا بد من التأكيد على أن بلادنا سيدي يعني تقود نموذج متقدم للتنمية المشتركة، وهو أسلوب مفيد للشعوب الإفريقية. في التفكير والتخطيط لمستقبل الشعوب الإفريقية للقارة مهم جدا دور مراكز التفكير. أنتم تمثلون إحدى هذه المراكز، وقعتم مذكرة تفاهم مع مركز تفكير جنوب إفريقي. كيف لهذا الشق من التعاون بين بلدان القارة أن يساهم في تحقيق التنمية في إفريقيا؟ أولا هناك منظومة متقدمة ومبتكرة لعمل مراكز التفكير بالقارة الإفريقية. طبعا النماذج الأساسية هي نماذج المغرب ونماذج جنوب إفريقيا. هناك اليوم لبنة للتعاون من أجل وضع تصورات عملية لضمان تحول تنموي مستدام بالنسبة للقارة الإفريقية، لضمان كذلك اعتماد نماذج تنموية قادرة على خلق القيمة المضافة، قادرة على ضمان تنمية متوازنة على المستوى القارة الإفريقية، وكذلك قادرة على إخراج القارة من تموقعها مع الأسف في المؤشرات السلبية للفقر. لذلك فمراكز التفكير مثلا في إطار مذكرة التفاهم نتحدث على كيفية تطوير هندسة للألياف البصرية في المستقبل، كذلك هندسة لتطوير يعني أساليب مبتكرة يعني للعمل اللوجستي على المستوى القاري، والهدف هو يعني مواكبة الفاعل الحكومي والفاعل القاري من أجل يعني تطوير أساليب تنموية مهمة تضمن استمرارية في المستقبل. هدفنا هو وضع أسلوب تنموي مواكبة الفاعلين في نظرات تصل إلى 2050 و2070 إن شاء الله. شكرا لك سيد نجيب الصومعي المكلف بالقطب الإفريقي بالمركز المتوسطي للتنمية، كنت مباشرة معنا من جوهانسبرغ. المسائية متواصلة، فيها أيضا
مساحات الغابات المتضررة من الحرائق تتراجع 70% والتدابير المتخذة لتحقيق ذلك يسلط عليها الضوء في اجتماع اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية. الدار البيضاء بمهرجان للكوميديا كوميديا بلانكا ينطلق غدا، نسلط الضوء على برمجته وتفاصيل أخرى مع ضيفنا رئيس اللجنة المنظمة سعد الحجوجي. وقبل ذلك أسرة الأمن الوطني تحتفي بالذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والاحتفاء إبراز للمنجزات والتضحيات والجهود المبذولة من قبل رجال ونساء الأمن الوطني من أجل ضمان أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات واستتباب الأمن والاستقرار بالمملكة. احتفالات هذه الذكرى بالدار البيضاء نتابعها في ربورتاج حسن لحمدي عثمان مواضع. احتفال سنوي يجمع الجهاز الأمني من مختلف الرتب ومناطق البيضاء، مناسبة لاستحضار الدور المحوري للمؤسسة في ظل التحديات الكبرى التي يعرفها المغرب والعالم وتبعاتها على أمن وطمأنينة المواطنين، وهو ما تطرق إليه عبد الله الوردي والد الدار البيضاء الكبرى في كلمته أمام الحضور. فعلا أنه يوم عزيز علينا وعلى جميع المغاربة تحت القيادة السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله وأيده، كلنا تضحية وكلنا عمل بتفاني من أجل توفير الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين. التفات إنسانية نحو جنود الخفاء الذين أحيلوا على التقاعد من خلال توشيح صدورهم بأوسمة ملكية من قبل والي الدار البيضاء ستات ووالي أمن البيضاء. أنا قائد أمن ممتاز متقاعد، تم التكريم ديالي وكان لي الشرف باش نتوشح بوسام ملكي شريف، وأنا جد سعيد بهدف هذه الذكرى هذه ديال 16 ماي ديال تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والله ينصر سي الدار. كعادتها دأبت ولاية أمن البيضاء على دعوة فعاليات وطنية لتأتيت احتفالات أسرة الأمن الوطني بهذه الذكرى السنوية. الحمد لله كنشوفوا الخدمات اللي كيقدمها هذا القطاع هذا في الأمن ديال السكينة ديال المغرب والطمأنينة، وكذلك السهر على الراحة ديال المواطنين. انتابني واحد الشعور وطني زوين بزاف، حيت ملي كنشوفوا هاد الناس هاد القوات كلها هاد الأعضاء تبارك الله عليهم كيفاش قدموا العرض ديالهم، كنقولوا الحمد لله على المغرب ديالنا، الحمد لله على وطننا اللي واقفين معنا رجال اللي تأمنوا المواطنين والبلد ديالنا والمملكة ديالنا، فتحياتي لهم، ودائما مسرور بالوجود ديالي، عندي أصدقاء وأحباء موجودين في الأمن. سعيد جدا أني نحضر لهذا الحفل اللي كيحتفل بالمجهودات الجبارة اللي كتكون بها المؤسسة الأمنية في بلادنا، وما يمكن إلا نفتخر كفنان ومثيل الفنانين بالحضور لهذا الحفل الكبير. هو احتفال يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الأمن بأكبر مدينة بالمغرب، التي تعرف اليوم تحولات جذرية في تعاطيها مع مختلف مظاهر الجريمة، كما تعمل على تشييد جسر إنساني مع المواطنين. في 16 ماي 2003 اهتزت مدينة الدار البيضاء على وقف تجريرات دامية، هجمات إرهابية أودت بحياة 30 شخصا منهم مواطنون مغاربة وأجانب. وفي الذكرى 21 لهذه الأحداث الدامية الأليمة نظمت وقفة أمام النصب التذكاري بوسط الدار البيضاء حملت شعار حتى لا ننسى. ربورتاج عصام عسول تحرير سعيد أجانا. صور توثق لما حدث في مثل هذا اليوم من سنة 2003، وتخليدا للذكرى 21 لتفجيرات 16 ماي، اختار أفراد المجتمع المدني وعائلات الضحايا الوقوف أمام النصب التذكاري في خطوة للتنديد بكافة أشكال الإرهاب، وفاء لأرواح الضحايا ولحفظ الذاكرة الخاصة ديالنا والذاكرة الجماعية، لأنهما ليسوا ضحايانا فقط وإنما ضحايا جميع المغاربة. الحالة ديالي كانت خطيرة جدا، ومشيت تعالج في الديار الفرنسية بالفضل سيدنا ولا بخيزون شارج سيدنا، وكنشكرو. وقفة تحمل بين طياتها كل مظاهر التضامن والتآزر مع ضحايا الإرهاب وأفراد أسرهم، فهي أيضا فرصة للتذكير بشكل جماعي بتلك الأحداث المأساوية.
جئنا اليوم لنقف إلى جانب ضحايا هذا الحدث الإرهابي، فهي مناسبة أيضا للتحسيس بخطورة الأعمال الإرهابية، لذا نعمل على مناهضتها بكافة الطرق الممكنة. في مثل هذا اليوم من كل سنة نقف وقفة تأمل فيما حدث، عمل إرهابي مأساوي راح ضحيته أزيد من 30 شخصا مع إصابة العشرات من مغاربة وأجانب. رغم استمرار نفس الظروف المناخية الصعبة، مساحات الغابات المتضررة من الحرائق تتراجع بنسبة 70% خلال العام الماضي. هذه الحصيلة ونتائج والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة لتحقيقها وللحد من خسائر حرائق الغابات تم عرضها اليوم في اجتماع عقدته اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية. من الرباط ريبورتاج مريم أملا، الهدى جديد. في مجال المتوسطيين بحرارة مرتفعة صيفا ورطوبة هواء منخفضة مرفوقة بشدة الرياح الجافة، تظل غابات المملكة عرضة للهيب الحرائق. السنة المنصرمة أتت النيران على حوالي 6200 هكتار من الغابات، أغلبها في مناطق الشمال والشرق. وتحسبا لموجات الحر الاستثنائية، تأهب منسق ومسبق للوقاية من الحرائق والحد من خسائرها. وقفنا على الاستعدادات يعني اللي كاينه من جميع الشركاء، لا من قوات الجوية الملكية ولا القوات المساعدة ولا الدرك الملكي ولا وزارة الداخلية ولا بطبيعة الحال الوقاية المدنية، الكل كيقوم واحد العمل جبار. تعزيز الإنذار المبكر بالحرائق ودوريات المراقبة والرصد وكذا صيانة المسالك الغابوية وتهيئة نقاط الماء فضلا عن تجديد معدات التدخل الأولي. استعدادات استباقية للوقاية من الحرائق خصصت لها الوكالة الوطنية للمياه والغابات هذه السنة غلافا ماليا يقدر ب 153 مليون درهم. 2000 حتى 2100 ديال الناس اللي غادي يكونوا في التدخلات الأولية قبل ما يجيو الفرق المختصة، وهذه النسبة مهمة على أنه الحريق كياخذوه وكيبداو فيه قبل ما يكبر. على المستوى الجوي فكما جاء كذلك في اللقاء، فهناك يعني تعبئة ديال 7 طائرات ديال كندير إن شاء الله اللي غادي تكون معبأة هذه السنة ديال 24. تدابير استباقية إذن لمواصلة جهود تثمين سياسات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، خاصة في موسم جاف وحار قبل الأوان. في الشأن الصحي، المؤتمر الوطني 34 لأمراض الروماتيزم ينطلق بمراكش ويبحث على مدى 3 أيام مستجدات أمراض الجهاز العضلي الهيكلي. يحضر المؤتمر أطباء مغاربة وأجانب. ولتسليط مزيد من الضوء على هذا المؤتمر الطبي، تنضم إلينا مباشرة على الهواء من مراكش البروفيسورة شيماء بوشتا، أخصائية في أمراض الروماتيزم. أهلا بك دكتورة. ما هي أبرز الجوانب دكتورة إيمان التي سيتم التطرق إليها خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر؟ السلام عليكم. هذا المؤتمر مؤتمر سنوي للجمعية المغربية لأمراض الروماتيزم، هو فرصة لتبادل آخر المستجدات في علم أمراض الروماتيزم والمفاصل، أمراض العمود الفقري، العضلات والأوتار والروماتيزم. في هذه 3 أيام سننظموا ورشات وندوات علمية اللي غتطرق لجميع مجال أمراض الروماتيزم، من بينها أمراض التهابات الروماتويدية، من بينها الأرثروز، من بينها الطب الرياضي، طب الروماتيزم عند الأطفال، طرق الجديدة لعلاج الألم، وأيضا معرفة آخر المستجدات في الأدوية المتاحة الآن في المغرب المتوفرة لفائدة المغرب المرضى المغاربة. وأيضا كنطرقوا من خلال ورشات في الطب الإشعاعي والليكوغرافي اللي كتسهل العلاج للمرضى ديالنا. طيب بروفيسور إيمان، ما هي أبرز المستجدات في مجال مكافحة وعلاج أمراض الروماتيزم؟
المستجدات هي كل عام كاين معرفه دقيقه، ونهار على نهار كنعرفوا المرض بطريقه مقربه بالفيزيوباثولوجي ديالها وكيفيه الحدود ديالها، الحدود ديال هذه الامراض، من الشيء اللي كيخلينا نوفروا العلاج ونعرفوا كيفاش نداويو المريض. كل سنه كتكون توصيات جديده اللي كتعطى للطبيب باش يعرف كيفاش يشخص المرض ديال المريض ديالو، وكيفاش يختار ليه احسن طريقه واحسن دواء للعلاج. ومن هذا المنبر العلاج لا يكون فعال الا ما كانش تشخيص مبكر، والتشخيص المبكر فيه ايضا دور المريض. المريض اللي خصو يزور طبيب الروماتيزم بصفه مبكره، لان كل ما كان تشخيص مبكر من بدايه الاعراض تيكون الدواء او العلاج فعال وكيعطي نتيجه اكبر. شكرا لك دكتورة إيمان بوشتي، أخصائية في أمراض الروماتيزم، كنت مباشرة معنا من مراكش. معرض النشر والكتاب في الرباط، العاصمة الثقافية للمملكة، تتواصل فعالياته ويتواصل من خلاله الاحتفاء بالكتاب والكتاب، وهو المناسبة الأمثل لتنظيم حفل توقيع ما استجد من إصدارات. روبورتاج سعاد زعتراوي. التلفزيون المغربي وصناعة القيم، مولود جديد زرعت بذرته في التلفزيون، فمنية المنصور إعلامية تضع بين يدي القارئ دراسة تحليلية عن موضوع راهني. بحكم اشتغالي كصحفية مهنية لما يقرب من عقدين من الزمان في قناة موضوعاتية اللي هي قناة الثقافية، كنطرح مجموعة من الأسئلة ربما كيطرحوها حتى الزملاء حول مضامينا، كيف نؤثر، شكون هو الجمهور، كيف يمكن أن نساهم في وظيفة التنشئة الاجتماعية اللي هي دور من أدوار التلفزيون كمرفق عمومي. زيارتنا اليوم لمعرض الكتاب من أجل الاطلاع على الإصدارات الجديدة وفي المجال اللي كيهمنا بشكل خاص. اليوم كيف ما كتشوفوا معنا زملاء من مسار التمييز في الصحافة والإعلام، من أجل أننا نربطوا واحد اللقاء مع إصدار جديد للأستاذة مونيا منصور. توقع آخر إصداراتها اللائي وقصصهن. فتيحة النوح شاعرة اشتغلت في الصحافة لمدة 15 سنة، قصص واقعية عاشتها طيلة مشوارها الصحفي حكتها بلغة شاعرة في إصدارها الخامس. لا وقصصهن هي واحد بوح نسائي وإنساني فيه كثير من الآلام، كيتناول مجموعة ديال الشخصيات النسائية اللي صادفتها في مسار ديالي في الصحافة النسائية، كيتحدث على ألمهم، على أحلامهم، على مآسيهم، على انكساراتهم، وهما مختلف الحساسيات، مختلف المستويات الاجتماعية. كنعتبر هذه يعني أكثر منه يعني عنده الارتباط بالصحافة أكثر ما هو إبداع. معرض الدولي للنشر والكتاب هو فرصة للقراء لاكتشاف وأيضا التعرف على آخر الإصدارات، سواء التي نشرتها دور نشر مغربية أو تلك التي صدرت في دور نشر عربية. بالإضافة إلى ذلك، هذا المعرض هو أيضا يشكل فرصة بالنسبة للقراء أن يلتقوا بالكتاب. 743 عارضا يقدمون بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط أحدث الإصدارات في مختلف المجالات من المغرب ومن 47 دولة. مهرجان للكوميديا في الدار البيضاء هو المهرجان الدولي الأول من نوعه في العاصمة الاقتصادية. كوميديا بلانكا ينطلق غدا بكاتدرائية ساكري كور. رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان سعد الحجوجي يحضر معنا ضيفا في ركن المسائية. أهلا وسهلا بك سيد حجوجي. شكرا. هل الدار البيضاء كانت في حاجة لمهرجان للكوميديا؟ ربما هل كان هناك فراغ في هذا النوع من المهرجانات في العاصمة الاقتصادية؟ هو من الأول احنا المهرجان ضمناه لأنه كان ما عندناش في الدار البيضاء، عندنا مهرجانات عديدة، عندنا مهرجان الفيلم، مهرجان الموسيقى، مهرجان الجاز، وما عندناش مهرجان دولي ديال الفكاهة والضحك. ولهذا قررنا تنظيم هذا المهرجان وعرض عرضين في هذا العام هذا إن شاء الله، عرض فرنسي وعرض عربي. بالعربي العرض الفرنسي توا فيه فنانة مغاربة، والهدف من هذا المهرجان هو الناس، احنا المغاربة كيعجبنا الضحك، كيعجبنا النكات، كيعجبونا ملي كنا صغار كلنا كبرنا بالنكات،
والمغاربة كيعجبهم الضحك، إذا خاصنا نفوجوا على راسنا المغاربة كيعجبوا يضحك. إذا تحدثتي على الشق العربي والشق الفرنسي من هذا المهرجان، شنو هي البرمجة ديال المهرجان كازا كوميديا؟ غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم عندنا اليوم الأول اللي هو نهار الجمعة، غادي يبدا العرض مع 6 العشية، غنفتحوا في خارج لا كاتيدرال، نضمنا واحد القرية واحد الفيلاج اللي غادي يكونوا فيها المطاعم، اللي غادي يكونوا فيها العرض، وكثر من هذا المخرج ديالنا المنتج ديالنا والمدير الفني أمير رواني اللي معروف بالمبادرات الفنية ديالو المستجدة، غادي يدير واحد الأماكن باش يلعبوا فيها الناس، بحال ملي كنا كنلعبوا حنا ملي كنا صغار، حيتاش الناس ما عرفوش هذوك لي فوار اللي كنا كنمشيو ليهم، السويرتي، اللعاب اللي كنا كنلعبوا ملي كنا صغار ما بقيناش كنمشيو ليهم اليوم، ما بقيناش كنلقاهم. إذا الهدف هو أننا هذا الشيء تهون الناس يجوا يضحكوا قبل ما يدخلوا يتفرجوا في الناس اللي غادي يضحكوهم. إذا الأسماء، هل هناك أسماء معينة، أسماء كبيرة في مجال الكوميديا حاضرة في هذا المهرجان؟ وهل واش خصو مكانة للشباب المواهب في مجال الكوميديا؟ نبدأ بالسؤال الأخير، بالنسبة للمواهب الأسبوع الماضي نضمنا في مسرح زفزاف في مقاطعة المعارف، نضمنا مبادرة المواهب كوميديا بلانكا، جاو المواهب الصاعدة ديالنا، الجيل الصاعد ديال الكوميديا جاو داروا العروض ديالهم، اختارينا منهم جوج الناس، وهاد جوج الفائزين غادي هما اللي غادي يبداو العرض غدا ان شاء الله في نهار 17 ماي. الانطلاقه غتكون مع الشباب، لان احنا الهويه ديالنا اننا ماشي غير الفنانين الكبار مهمين وضروريين، ولكن احنا هدفنا للمهرجان هو اننا احنا نطلعوا معنا مواهب صاعده. اذا غدا ان شاء الله كاين فنانه بحال باسو، دريس ومهدي، زهير زائر، اسامه رمزي، وهبه بويا اللي اختفت عن الخشبه المغربيه مده وعاد باغا ترجع ان شاء الله. ولو 17 ماي ان شاء الله يوم 17 ماي نهار السبت كاين العرض الفرنسي، وكاين اسماء العربي اللي هي فنانه مغربيه كبيره ديالنا، ميمو الزرق اللي هو فنان اللي في البدايه ديالو ولكن عنده مستقبل زاهر، حنا كنثقوا فيه، والفنانه الاخرين غدوان، الينا، الياس، وعاد كاين مفاجات ان شاء الله الناس اللي غادي يجيو. بين هاد الفنانين الكوميديين كاملين اللي ذكرتيهم، هل هناك يعني خصوصية وهوية محددة لهذا المهرجان اللي غادي يميزوا على المهرجانات الأخرى الكوميدية؟ المهرجانات احنا الهوية الأساسية هو التبادل الثقافات، لذلك حتى المكان فين غادي نظموه لا كاتيدرال ديال الدار البيضاء، الناس هي كانت كنيسة ولكن ما بقاتش كنيسة حاليا، رجعت فضاء فني، فضاء ثقافي. وهاد الكنيسه حنايا هاد لا كاتيدرال اليوم حنا بغيناها، حيت لا كاتيدرال معروفه من شحال هادي ملي كنا صغار كندوزو حداها، المغرب اصلا معروف بتبادل الثقافات، والفات اننا نديرو العرض في وسط هاد لا كاتيدرال والناس اللي غادي يجيو غادي يشوفوا ان شاء الله، غيرنا المكان باكمله. بالتوفيق إن شاء الله. السيد سعد الحجوجي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان كوميديا بلانكا، شكرا لك. شكرا سارة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام المسائية، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. في خطابه إلى القمة العربية في المنامة، جلالة الملك محمد السادس يشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل جوهر إقرار السلام في الشرق الأوسط، ويأسف لعدم بلوغ التكامل والاندماج الاقتصادي بين البلدان العربية المستوى المطلوب. والبيان الختامي للقمة العربية يدعم دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك، ويشيد بجهود المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية وبمبادرات المملكة في مجالات التصدي للإرهاب وقضايا المناخ. أسرة الأمن الوطني تخلد يومه 16 ماي الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزيم.ما وتطبيق ماي دوزيم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.